لا يغرك لا طعمها ولا شكلها ولا حتى اعلانها. لو تعرف كمية السكر اللي فيها وكيف اضرارها. انزين ولو الدايت؟ الدايت سوي نفس المشاكل ويمكن اكثر. بس انا ما اشرب هلا مع الاكل ولما اكون عطشان. المشروبات الغازية من كثر السكر اللي فيها هي اللي تسبب زيادة في الوزن، وهذا تسبب لك امراض السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري، وبعد تسبب لك هشاشة العظام تضرر في الكلى والكبد. اسمعوا مني، ما في افضل من الماء، هو اللي يرويكم.